السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله ونرافع معكم. بونسوار ميسيو دام. دونك جينا باش نكملوا شوية الفيديو تاع البارح، بصح نديروا بتي كروشي هكذايا باش نفهموا الحاجات بيان كوم يلفو هكذايا. هاد لي فيديو جو اون سيري طويلة بالك نجيبو بها كاع رمضان، باسكو يكون فيها ان ديبا. الناس تبعتلك لي كومونتير وكذا باش تتميز بلي كومونتير، تكون عندك نظرة على المجتمع الجزائري، يكون عندك اون فيزيون هكذايا. الناس بزاف ما عجبهمش الحال، قالك تسمى كيفاش تقول باللي العرب تحالفوا مع الانجليز وبداو، هي حاجه تاريخيه هادي ماشي انا اللي نقولها. روحوا تحوسوا طربو تسيبو كيفاش طاح الدوله العثمانيه، كيفاش طيحوها، كيفاش داروا سايكس بيكو، ولحقنا طيحنا هذيك النظريات اللي يقول لك الانظمه العسكريه خلوهم الاستعمار كي راح. الاستعمار عمرو ما راح، نحولهم للروا ديالهم. دونك هاد النظريه عندنا عليها كما يقولوا معلومه صحيحه، باش يجيو يهفوكم يقول لكم بلي حنا رايحين نحو الانظمه هذه العسكريه باسكو هما راهم يخدموا على ليترونجي وكذا. هذه سيفو راني وريتها لكم كيفاش طيحوا كاع الملوك ديالهم. لا علينا، الوغ مقبل درت بالعاني هنايا، درت هكذا منشور تاع الوثيقه تاع اللي مدل فلسطين هكذايا. كاين واحد بارفور كان ماشي فات هذه هكذايا. الناس ما عجبهمش الحال، الجزائريين ما عجبهمش الحال. كل واحد واش يكتب تسمى كوم كوا ننسب في العرب. واحد يحط لي هذيك الفيديو تاعي زعما اللي قسموها هذيك وسقوها وراوني بلي نسب زعما الجزائريين العرب، روك سي فو. وريت لهم بلي سي فو كذا، بصح كاين اللي مازال يبعدوها ماشي مشكل، ما خلاص حنا هضرنا ونفوتوها هذيك. دونك كاين اللي يقول لك بار اكزومبل يقول لك تسمى تم كلك شوف واحد يقول لك تكرهوا العرب، واحد يقول لك غتكون فلسطين واقيلا، واحد يقول لك متى كانت السعودية ولاية عن فلسطين حتى تسلموها في القدس، وهذوك كانوا زعما حاكمين اليوسان زعما تاع كاع المسلمين. واحد كتب لي شوف انا استفدت منك في عده مواضيع، لكن في احدى الفيديوهات التي نشرتها قمت بوصف صوره وفد الجزائر في اتفاقيات ايفيان، وقمت بمقارنه بين اللباس العربي واللباس الوفد الجزائري، واصبحت تهجم على اللباس العربي. شوف اللباس العربي استدير هو الجزائري هنا دير روحو عربي، استدير ما كاش فهمت، دير روحو عربي استدير من العمامه والعبايه. وقلت بالحرف الواحد اجليه مش غسلهم وكذا وكذا من الهيك. وقلت ايضا شوفوا لا كلاس، ايه لا كلاس سي صح، تحضروا في العالم تحضروا تما لبسات لبسها كما يقولوا كاع، راكو تلبسوا الليفيس وراكو تلبسوا النايكي وراكو تلبسوا كاع هكذا، تلبسوا كاع عرب دركا. علاش راك تلبس هكذا مالا؟ نحي ما تلبسش، البس عبايه ولبس قندوره وسمو البرنوس ودوريا با بروبليم من حقك فهمت، ماشي مشكل عندي انا. شوف وين راح، علاش باسكو حطيت لهم ورقه هذيك تاع السعوديه. كاين اللي يحسب روحو ما كاش، يعني هو جزائري يحسب روحو عربي. واحد قال لي شفتي رافع كيفاش اغلبيه متتبعيك داروا عليك، على خاطر كانوا يتبعوك لانك كنت تقول واش يساعدهم وليس انك كنت تهضر الحق. وهنا راه ظهر كيفاش راهم يدافعوا على السعوديه. وي انا كاين اللي كانوا يتبعوني ويساندوني وقدام من القبائل، ومن بعد كي قلت لهم بلي الاعلام هذاك ما استعرفش بيه داروا عليا، ماشي مشكل عندي انايا يا بات بروبليم. وكاين كيما تقول دوك من العرب هكذا والاسلاميين اللي يحسب روحو مسلم زعما اكثر من الاخرين، ما يعجبوش الحال كي نهضر على السعوديه يقول لك ارض التوحيد، يدور عليا بي ماشي مشكل انايا. انا مانيش رجل تاع سياسه، يعني مانيش راح نقدم روحي ليزيليكسيون باش زعما نسحق لي فوا ولا نقول واش يردي الناس، انا نقول افكار ديالي سيتو، هذا ما كان نقول افكار ديالي واش نخمم وشنو هي لا فيزيون تاعي. اللي يحب يكون داكور يكون داكور، ما يغنيني ما يجوعني، واللي يكون ماشي داكور ما يغنيني ما يجوعني سيتو، هذا ما كان. انا نعطي زانفورماسيون للناس وما يروحوا يحوسوا ويشوفوا سيتو، هذا ما كان. احنا اليوم في الجزائر
احنا اليوم كيما في الجزائر مثلا الناس تهضر على السعوديه ينوضوا يعيطوا، تهضر على تركيا ينوضوا يعيطوا، تهضر على تمزغه ينوضوا يعيطوا. هذا هو المشكل اللي عندنا في الجزائر، مشكل هويه ماشي مشكل تاع الدين ولا تاع تسب دوك الناس باغ اكزومبل ولاو يسبوا في عباد رمضان مدير تاع الثقافه في مسيله ولا راه في الحبس سب عباد رمضان، كان يسبوا صحاب الصومام، صحاب الصومام شكون فيها كاع المجاهدين الصحاح عباد رمضان جيبوتي وسبوا كذا يجبوا في الجيش. تقدير الجزائري ولا اليوم هاد لا جينيراسيون هادي واش راني نشوف انايا عندهم الولاء خارج الجزائر، واحد مولي السعوديه والعروبة، واحد مولي لي فرانزيلمون، واحد مولي تركيا، كل واحد عنده الولاء، واحد مولي الكونغري مونديال امازيغ. الجزائري ما اكزيستيش لالجيريا كما قلت كيما انايا باغ اكزومبل، انا جزائري، انا ماني قبايلي، ما نعتبر روحي قبايلي ولا برباري ولا مزابي ولا عربي ولا فرانكوفوني ولا والو، انا نعتبر روحي جزائري. الجيريا راسه جديده، اعتبر روحي جزائري انايا. تقول لي امازيغ، يقول لك انا ماشي امازيغ، ما قبايلي ماشي قبايلي، عربي ماشي عربي، انا جزائري. الدين تاعي ليا، تحوش عليا واش نعبد، شغلي هذايا. انا جو سوي بو لا سيتوانيتي الجيريان، المواطنه الجزائريه، ما نميل حتى حاجه. العرب دار ولا ما داروش ولا ما يهمنيش، ملاح ماشي ملاح ما يهمنيش، بصح كي نشوف جزائري تجيب له حقائق على العربان نتاع الخليج، كيفاش باعوا روحهم للانجليز، كيفاش قتلوا صدام حسين برك غير هنا وهنا، تحموا له جابوا له الماريكان وكذا وجيفوه، وما كاع يخصوا القذافي. سوريا كيفاش تحموا لها، اليمن تشوف هكذا تقول احنا عندنا، احنا تاريخ عريق حنايا. انا ما عنديش باش نزوغ بالعرب، ما نقدرش نزوغ بهم، ما نقدرش زعما نقول او فريمون سي دي بوب كيما نقولوا، باش نهضروا الشعب البسيط تاع العرب. كي تقول العرب تسمى الحكام ديالهم وسمو السياسيين تاعهم الملوك ديالهم كاع واش داروا عبر العصور. شفت كيفاش كتبوا لهم الانجليز باش يروحوا يصدموا يطيحوا لهم، طيحوا الدوله العثمانيه، شكون طيح الدوله العثمانيه؟ طيحوا على العرب مع الانجليز وفرنسا، شكون يطيح؟ وهذه باش نفهموا مليح في السوجي هذايا، يقول لك انت كنت العروبة والاسلام وكنت كذا، احنا ماناش كنت العروبة والاسلام، ماني كنت حتى واحد، بصح انت ما تجيش تامبوزي عليا، هذه هي القضيه اللي ما فهمتوهاش. انا مانيش كونتر العروبه والاسلام، وما عنديش علاش نكون كونتر عليهم، انا مسلم تيقن، فهمت، انا مسلم تيقن بالاسلام كلش ما كاش، بصح ما تجيش تامبوزي عليا هويه، وما تجيش تامبوزي عليا الدين تاعك اللي تفهمه انت، وتقول باللي هذا كونتر الاسلام والعروبه. كيفاش كونتر الاسلام؟ الاسلام تاعك اللي تشوفه انت، انا الاسلام تاعي ماشي كيما الاسلام تاعك، ما تجيش تامبوزي، ما نكرهك ما نحبك، بصح ما تجيش تامبوزي عليا. ربي يقول لك ان من الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخير وما هم بمؤمنون، يقول لك ربي ما هم بمؤمنون، يخادعون الله والذين امنوا ولا يخدعون الا انفسهم ولا يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هذا ربي راه يوصلك الناس اللي يوصلوا روحهم بالمؤمنين المسلمين، ويقولها لك ربي في القران، او يوصف الناس اللي يقول لك انا الاسلام وما كاش، ولو كان تهضر على العرب تما انت تكره الاسلام. سبحان الله، تقديس الاشخاص شرك بالله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، تما تشرك مع ربي. الاسلام هذا هو ولا ما كاش؟ تبع هاد الناس، هاد الاشخاص هادو تبعهم ولا ما كاش؟ كيما بوك واحد دارنيرمون كتب ارتيك على رمضان زعما وكذا، سبوه من صاوه دو مورفو، يهددوه بالقتل هادو المسلمين هادو، ومن بعد يقول لك تكره الاسلام. لا ماشي الاسلام، سما ريان افوار معاكم الاسلام، انت تخير الاسلام. شو متى نعطيكم في الجزائر راهم متقاتلين بيناتهم. شوف عندك الاخوان المسلمين يمثلهم مقري مثلا وجاب الله هكذا ورشاد، ما يتفاهموش بيناتهم. كاين السلفيه والسلفيه بيناتهم ما يتفاهموش، قال كاين صحاب فركوس وكاين صحاب هذاك الزيراوي ما يتفاهموش بيناتهم. تسمى حنا في الجزائر انا ملقطين كاع المشاكل تاع لو موند عرب
ميزيلمون وجبناه عندنا حنايا. الوغ حنا عندنا ثوره وعندنا تاريخ عريق. كاش واحد يحكي لك على الدوله الرستوميه ما يحكولكش على الدوله الرستوميه. قعدت 150 سنه الدوله الرستوميه في الجزائر، اعظم دوله اسلاميه قامت في الجزائر، ما يهضروش عليها هذيك، بورتون تاعو تاع بلاد هو في الجزائر، وبالك هو رستومي. باسكو جاو من كاع اقطاع تاع الجزائر جاو عاشوا في هذيك الدوله، هذيك كانت فيها كما يقول لك الحريه، وكانت فيها الحقوق، كانت فيها كذا، جاو من كاع اقطاع العالم عاشوا فيها. من الفرس، من السوريين، من الفينيقيين، من اللي جات من ليزوروبيان، من ليزافريكان، جاو عاشوا في هذيك الامبراطوريه هذيك. اللي قعدت 150 سنه، اكثر من العباسيين واكثر من الامويين. بصح عمرهم ما يزوخوا بها، باغ اكزومبل الجزائري عمرهم ما يزوخ بها يقول الامبراطوريه الرستوميه، لا لا يقول غير الخلافه العثمانيه. باش دوخ كيف الخلافه العثمانيه هذا؟ انت عندك خوجه امبراطوريه في بلادك قامت. لو كان ما طيحوهاش الفاطميين مع خوانا من داخل الجزائر. نقدروا نرجعوا عليها في سيجي هذه. دونك الجزائري عندك تاريخ. ما تقدرش انت تمحي التاريخ ديالك وتروح ترميه في تاريخ تاع ناس واحد اخرين اللي راك تشوف كاع العيب اللي يديروه. ما تنجمش. انا ما ننجمش، انا عندي تاريخ عريق في بلادي وش بيك. عندي تاريخ وتاريخ اللي نقدر نفتخر به. وكنا كل يوم حنايا عمرنا ما ركحنا. استعمار اللي تجي حاربنا. اليوم حاربنا فرنسا في 54. هذه الثوره هذه اللي حنا يزوخوا بنا العرب، وزوخوا بنا الكوار، وزوخوا بنا المسيح اللي تاع لامريك دو سود، تو لي بيي اللي تحكروا تاع لافريك كاع. يقول لك شوف الثوره الجزائريه، لا ريفوليسيون الجزائريه، لا بلو كوند ريفوليسيون دو 20 سيكل، حنا والفيتنام. ضربتوها كاع نحيتوها، وانتو تسبوا في الشهداء، تسبوا في عبان رمضان، تسبوا في الاخر، تسبوا في بومدين، تسبوا في بن بلة، تسبوا في فرحه عباس، تسبوا في كاع الغاشي هدايا. ما استقليناش، هادوك ضباط فرنسا دارهم دو جول، واش يهضروا لكم تورجتري وتبسكو، بلا ما تخلي من دايا. بصح كي جات لك السعودية، أوبا با با السعودية باتوش، بعد مش العرب والسعودية، حنا عرب حنايا، حنا عرب سعودية، أرض التوحيد يا دوخ. تاريخك عريق تبزق عليه وتروح تبع لي تاريخ تاع واحد باع روحو للانجليز. أو والصهيون يقول لك هذيك الوثيقة فوس، هاي ديرها فوس الوثيقة، ما عليه واش راك تشوف هذا الوقت؟ هاهم داو القدس واحد مهدر، يزيدوا يعطوهم دراهم للأمريكان يا محمد، ما راك تشوف بعينك. خلينا هذيك وثيقة زين نحن نقولوا عيانا ما كاش منها، أنا شوفوا بعينينا. احكي لي على سايكس بيكو وكذا، نحي كاع علي نحي كاع، حدينا اليوم واش رانا نشوفوا؟ كيفاش يروحوا يدوا الدراهم؟ ما يقدروش ما بقى يحاميوا على روحهم. يبومبارديو في خاوتهم في اليمن كيما هما مع اسرائيل، يضربوا في سوريا اسرائيل ويضربوا في اليمنيين بالطيارات مع السعوديين. وانت تجي اليوم باسكو علاش الاسلام؟ الاسلام ماشي السعوديه اخويا العزيز. سي با اون مارك ديبوزي. هذا هو اللي يحير. بعد تقولوا مدنيه، هذا هو المدني يحكم البلاد غدوه. هاد المدنيين هما اللي يحكموا البلاد غدوه. يبزق على التوراة تاعو، الشهداء تاعو، يبزق على الآخر تاعو، يقول لك ويروح يمجد العرب. جا جدك بكري من العروبة وكدا، الله يبارك يا بات بروبلام، ماشي مشكل. بصح أنت راك جزائري، التاريخ تاعك كتبولك الجزائر، ما كتبولكش جدك اللي جا من العروبة. نو سي فو. أنت عندك تاريخ جزائري، أنت خلقت دولة جديدة. كيفاش تحب تكون ما تدخلش في 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 كما يقول لك في الجدال مع هذاك البربري الامازيغي؟ تدخل معاه في الجدال بيان سير، ويقول لك يا راك جايب لي نتايا العقليه هذه، انا احنا جزائري قادرني ونقدرك. وهما كان عندهم كان لي سانتيكريس تاعهم بيان سير. سي بور سا كو انا راني جاي في الوسط. انا هادو يسبوني، هادو يسبوني، الناس اللي تبعوني تاع الصح العقلاء اللي يحبوا الجزائر، اللي يحبوا البلاد، اللي حابين يبنوا جزائر تاع الصح. وقبل ما نروحوا نبنوا جزائر تاع الصح لازم نفهموا شنو هي الجزائر، الولاء للجزائر. ماشي تسبوا الثوره وتسبوا الشهداء، رديتوهم كاع، رديتوهم كاع خوانايا. سبحان الله. واحد ولا يقول لك مؤتمر الصومال تاع القبائل، كيفاش تاع القبائل هذا؟ قاعد بينا والشاويه ما يحسبوش، والعرب اللي كانوا ما يحسبوش، ماشي تاع القبائل.
مؤتمر الصومام تاع الفرونت ليبراسيون ناسيون، جبهة التحرير الوطني، كانوا فيها كاع الجزائريين كامل. هذا هو المشكل اللي رانا فيك، تقول لي مدنية ماشي عسكرية، أنا نقول لك هذا هو المدني. المدني ما عندوش كاع، واش بالمدني راه هو؟ ما عنده حتى مدنية هو، هو عنده الولاء، واحد يمج تركيا، واحد تجي كومباري يقول لك شوف تركيا، شوف تركيا راهي إمبراطورية، ما راهيش مازالتش الباه تركيا. تركيا راهي كانت أمبير يا صاحبي، حنا عندنا 60 سنة استقلال، ما تقدرش تكومباري تركيا للجزائر. حنا عندنا 60 سنة استقلال برك خويا العزيز. تجي تقول لي تركيا، شوف تركيا، واش تركيا؟ تركيا راهي مقرطفة لوروب، سينيا وعلى كلش. قولي الدولة الإسلام ماشي دولة إسلامية، الدولة لايكية يا تركيا. أتاتيرك هو اللي دار تركيا. سيتو، عندهم لي بونك إترونجار، عندهم لي زانفاتيسيون إترونجي، عندهم حنا كاع نجمو نحلو كيما تركيا. عنده 10 مليار ديشونج مع اليهود الصهيون، 10 مليار ديشونج دو كوميرس معاهم. واش بيكم يا ناس؟ اي تحبو دوايا با بروبلام، نديرو ريفيراندوم، كاع الشعب الجزائري يقول كان نديرو علاقة مع إسرائيل، وديرو علاقة مع إسرائيل اللي حبيتو. باسكو تقول لي تركيا، فوق تركيا عندها، نحب نقولو كيما تركيا، نديرو علاقة مع إسرائيل ونديرو معاهم الكوميرس هاي. ومن بعد كاع يصفقو عليك، يا با بروبلام، نحلو لي بونك، نجيبو سي اش بي سي هاديك، نجيبو لي بونك تاع لو موند اونتي، حط كيما يقولو لي كارت كريدي، حط كيما دايرين تركيا. بصح تعرف كاع القوانين، عندك لي كي، عندك عندك كلش، ما كاش ما تقولوش دولة إسلامية ولا شريعة ولا كما كنت تقولوا، هي با بروبلام ديروها على حبيتو، بصح نتوما ما تحبوش، تحبوا كلو تحت ليكم تاع تركيا. دوخ، واحد يقول لك أنا سعودية، علاش أنا أردت توحيد العرب من العرب؟ كي تقولوا لي ناس بيتكم ولا سبيت العرب ولا، شوف بن باديس، بن باديس الله يرحمه، شوف في اخر حياته قبل ما يموت بعام فاق 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 بن باديس، باسكو الانسان يبدل رايه هو، اتونسيون ديروها مليح في بالكم، يقدر يكون على خط ومن بعد يولي على خط، باسكو كاين دي زيفينمون اللي يوريو له حاجه اخرى. هادي صاريف، واحد ما يبدلش رايه وثاني يديو، لازمك مع لي زيفينمون تقدر تبدل رايك. لي زيفينمون يوريو لك حاجات جدد، كيفاش بن باديس غطس في الدين والاسلام والعروبة وراح الحجاز وقرا في الزيتونه وكذا، وكان تحت الخلافه العثمانيه معترف بها وكذا، حنا كنا مستعمرين ذاك الوقت مع فرنسا. استدير بن باديس يعرف الدين ويعرف العرب ويحامي على العرب، وعنده لي زارتيك على العروبة وعنده كذا وكلش، استدير ماشي انسان اللي ما يعرفش هذا الشيء هذايا كامل. بصح نهار فاق، نهار طاحت الدوله العثمانيه وأتاتورك، جب الترك وحده، بن باديس سب كاع العرب وسب كاع العلماء، وي برية موجودة في آثار بن باديس، إثناء على أتاتورك، روح قول لي هو كان سب العرب، سبوا بن باديس مالا، إلا كان تقولوا بلي حنا اللي سب سعودية ولا يقول عليهم الشر ولا يهضر على العرب ماشي مليح، حنا ماشي جزائري، إما نقولوا بن باديس ماشي جزائري. هاو نقاركم البرية باش تعرفوا. الور قاو البرية قلت لك شحال من خطرة بصح مليح في هاد السيجي اللي نقصرو عليه هنايا، نعرفوا موقف تاع جزائري هكذا، علامة تاع الجزائر اللي حاكم لي زيكول اسلاميك اللي كدا، ليه هما هاد الحب العروبة والإسلام يستدلوا به، يقول لك ابن باديس قال أن الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، وهذه الهوية تاعنا مسلمين وعرب، وقلنا نقول لكم يا با بروبليم، ابن باديس قال هكذايا، شوفوا ابن باديس واش قال في 1938 كي مات أتاتورك، فاق باللي معمرة خيانة عند العرب والمسلمين، ماشي الإسلام، المسلمين والعرب ماشي الإسلام، ما تدخليش الإسلام في الوسط. فهمت؟ شوف نقول لكم دابور الكتاب لاباج 213 اوكي، آثار ابن باديس، هكذا هذا آثار ابن باديس، كتبو طالبية، كاين واحد دار فيديو قالك عليا زعما معنى عليا، قالك يجيبوا لي زارشيف تاع الاستعمار ويستعملوهم، كان ارشيف تاع الاستعمار لا والو، نجيب لك ارشيف تاع بن باديس
آثار ديالو واش كان يكتب هكذايا. شوفوا كيفاش تبرأ من العرب والإسلام تاعهم، الإسلام تاعهم ماشي الإسلام، ماشي الدين كإسلام، الإسلام كدين. لا باج 213 فاق اوكي. هكذا باش نعرفوا موقف تاعهم من سقوط الدولة العثمانية. كاين اللي قالوا لي زعما شغل هذا التاريخ ما كاش منه هكذا، كيفاش ما كاش منه هذايا؟ كيفاش ما كاش منه؟ مصطفى كمال رحمه الله، قبل ما نكملوا على الانجليز والاخوان المسلمين وهذا البروبليم تاع ليزيسلاميه ضد الجيش وكذا هكذايا، دونك مدنيه ماشي عسكريه، هذا اتاتورك كان عسكري، كان قائد اركان في الجيش التركي، ما كانش مدني. واش يقول عليه بن باديس في 17 من رمضان المعظم؟ ختمت انفاس اعظم رجل عرفته البشريه في التاريخ الحديث، هما المسلمين كامل هكذايا والعروبيين والمسلمين كامل، يقول كفر يهودي ما يسواش، يكرهوه ما يحبوهش. دونك بن باديس كي قال هكذا جا كونتر العرب كاع كيما انايا، جا كونتر عليهم كامل العرب والمسلمين. اعظم رجل عرفته البشريه في التاريخ الحديث، التاريخ الحديث تاع ذاك الوقت هو، وعبقري من اعظم عبارقه الشرق الذين يطلعون على العالم في مختلف الاحقاب فيحولون مجرى التاريخ ويخلقونه خلقا جديدا، ذلك هو مصطفى كمال بطل غاليبولي في الدردنال، وبطل سقارايا في الاناضول، وباعث تركيا من شبه الموت الى حيث هي اليوم من الغنى والعز والسمو. اتاتورك ما راهوش رجل دين، ما راهوش امام، هكذايا عسكري. اوكي، واذا قلنا بطل غاليبولي فقد قلنا قاهره الانجليز، اعظم دوله بحريه الذي هزمها في الحرب الكبرى بشر هزيمة لم تعرفها في تاريخها الطويل، وإذا قلنا بطل سقارايا فقد قلنا قاهر الإنجليز وحلفائهم من يونان وطليان وفرنسيين بعد الحرب الكبرى ومجليهم عن أرض تركيا بعد احتلال عاصمتها واتهام أطرافها وشواطئها وإذ قلنا باعث تركيا فقد قلنا باعث الشرق الإسلامي كله، فمنزلة تركيا التي تبوأتها من قلب العالم الإسلامي في قرون عديدة هي منزلتها، فلا عجب أن يكون بعثه مرتبطا ببعثها. لقد كانت تركيا قبل الحرب الكبرى هي جبهة صراع الشرق إزاء هجمات الغرب ومرمى قذائف الشر الاستعماري والتعصب النصراني من دول الغرب، فلما انتهت الحرب وخرجت تركيا منها مهمشة مفككة تناولت الدول الغربية أمم الشرق الإسلامي تمتلكها تحت أسماء استعمارية ملطفة ما كيديروا سايكس بيكو، قسموا كاع البلدان العربية دايما. وأحتلت تركيا نفسها وأحتلت عاصمة الخلافة وأصبح الخليفة طوع يدها وتحت صحفها، وقال الماريشال ألينبي وقد دخل القدس اليوم انتهت الحروب الصليبية، فلو لم يخلق الله المعجزة على يد كمال، قال ربي اللي بعتوا هدايا الخليفة اللي مثل المسلمين والعرب اللي مثل المسلمين وأرض التوحيد اللي يقولوا انتم أرض التوحيد هكذا ربطوها بالأشخاص، أرض التوحيد قعد أرض التوحيد بس ماشي الأشخاص اللي فيها، فهمتوا؟ قال لك بعتوا ربي هذا من الترك ماشي من أرض الله، هذا بن باديس هكذا يقول لك، فلو لم يخلق الله المعجزة على يد كمال لذهب تركيا وذهب الشرق الإسلامي معها، لكن كمالا الذي جمع تلك الفلول المبعثرة فالتف به إخوانه من أبناء تركيا البررة ونفخ من روحه في أرض الأناضول حيث الأرومة التركية الكريمة، وغيل ذلك الشعب النبيل وقاوم ذلك الخليفة الأسير. شوف
خليفة الأسير مليح، وحكومته المتداعية وشيوخه الدجالين من الداخل. كان عنده الخليفة وشنو؟ شيوخ دجالين، تسمع علماء الدين كاع قالوا انتم دجالين. واليوم يجي يبكوا على الدولة العثمانية، يقول لك رجوع الدولة العثمانية. بن باديس كان يقول لك الدولة العثمانية فيها شيوخ دجالين، تسمى سبهم نو ولا لا؟ كذابين تسمى نو ولا ما شكرهم. دونك هادو لما يبكيو على الدولة العثمانية ورجوع الخلافة وكذا كيما الإخوان المسلمين ولا هكذايا، بن باديس ماشي تاعكم، ما تنجموش تقولوا بن باديس منا حنايا. بن باديس كان كونتر الخلافة هذه، وقالكم هاد الدجالين وقهر دول الغرب وفي مقدمتها انجلترا من الخارج، لكن كمالا هذا اوقف الغرب المغير عند حده وكبح من جماحه وكسر من غلوائه وبعث في الشرق الاسلامي امله وضرب له المثال العالي في المقاومه والتضحيه، فنهض يكافح ويجاهد. فلم يكن مصطفى محيي تركيا وحدها، بل محيي الشرق الاسلامي كله والمسلمين كاع يسبوه. بن باديس شاف اطرم وقال هذا حيا المشرق الاسلامي كله، الشرق الاسلامي كله، تبعوا مليح. وبهذا غير مجرى التاريخ، غير مجرى التاريخ ووضع للشرق الاسلامي اساس تكوين جديد، فكان بحق كما قلنا من أعظم عباقرة الشرق العظام الذين أثروا في دين البشرية ودنياها من أقدم عصور التاريخ. شوف المنصب اللي عطالو ابن باديس، روحوا شوفوا كاع لي سيت إسلاميك كامل، قصصوا تاع السعودية، قصصوا السلفية، قصصوا لفرار من زلمة، واش حبيتو كاع لي كتبوا عليه يكفروه. طيب هما اللي باعوا لومبير أوتومان الإنجليز، يقولك احنا ملاح، واللي حارب الانجليز وغلبهم تغلب عليهم ونحالهم الخلافه هذه اللي يحبوا يخدعوه بها وما اللي يحبوا يطيحوها، عاود بعث لهم الخليفه ديالهم، يقولك هذا كافر وهذا ضد الاسلام. وهما حاربوا العرب، هادو حاربوا هذاك الامبير اللي كانوا يقولوه امبير اسلاميك اللي لحدنا الان يحبوا يعاودوا يرجعوه، وخلقوا لي فان ميزيلمون 1923 بهذا ليدي تاع رجوع الدوله والخلافه. ولحدنا اليوم راه يموتوا الناس في البلدان الاسلاميه بار دي سونتين دو مليار، يموتوا القتيله والذبيحه والدنيا بلي رجوع هذه الخلافه هذه. شغل حطبوا فيها زوديه هكذا، وانت تحب تاكل زوديه هذيك وما تلحقلهاش ديك الحمر باش نجي. هذا ابن باديس. إن الإحاطة بنواحي البحث في شخصية أتاتورك أبي الترك مما يقصر عنه الباع ويضيق عنه المجال، ولكنني أرى من المناسب أو من الواجب أن أقول كلمة في موقفه أزاء الإسلام. دوك يجي على الإسلام، نقول كلمة في موقفه أزاء الإسلام، واش كان واش دار بالإسلام. فهذه هي الناحية الوحيدة، سي لا سوبسونس تما، يقول لك من نواحي عظمة مصطفى أتاتورك التي ينقبض لها قلب المسلم. تما هذه شغل قعدت لنا كي نحل الإسلام قدام الترك. ويقف متأسفا ويكاد يولي مصطفى في موقفه هذا الملامة كلها، حتى يعرف المسؤولين الحقيقيين الذين أوقفوا مصطفى ذلك الموقف. فمن هم هؤلاء المسؤولون؟ شكون هاد المسؤولون اللي خلاو مصطفى أتاتورك يكون عنده هذا الموقف من الإسلام؟ يعني دار الله يسيدي، شكون يقولك هاد المسؤولون هادو؟ المسؤولون هم الذين كانوا يمثلون الإسلام، الذين كانوا يمثلون الإسلام كما اليوم نتوما تقولوا حنا هما الإسلام، تما كتجي كونطراري تسمى انت كونطر الإسلام. هكذا الناس يكرهوكم ويكرهوا الدين ويكرهوا العروبه معاه ويكرهوا كلش، تكرهوا الناس في الدين. شوف وينطقون باسمه، ينطقون باسمه ويتولون امر الناس بنفوذه. تولى امر الناس، انا مسلم تبعوني، انا عالم وانا كذا وانا هو اللي تبعوني. هذا عالم من علماء الجزائر، ارمى العلماء كاع
شوكش ضربهم. أمر الناس بنفوذه ويعدون أنفسهم أهله أولى الناس به، حسب نروحهم هما أهل الإسلام أولى الناس به. هذه خلاها لنا ابن باديس ذكرى باش تعرفوا، لك تقولوا واحد الجهاد تقولوا انت عدو الإسلام، انت عدو الإسلام، انت عدو الإسلام. أو قالها لكم ابن باديس، انتوما اللي تخسروا الإسلام، الناس كيما انتوما اللي خسروا الإسلام، الناس كيما انتوما اللي نفروا الناس من الإسلام. هاو يقول ابن باديس، أتاتيرك قالهم دار هكذا باسكو انتوما هكذا المسؤولين، انتوما المسؤولين. هؤلاء هم خليفة المسلمين، شيخ الإسلام للمسلمين، ومن معه من علماء الذين الدين، علماء الدين، شيوخ الطرق المتصوفين، والأمم الإسلامية التي كانت تعود السلطان العثماني خليفة لها. شكون جمع؟ والأمم الإسلامية كاع، انتوما رافض ديالكم. والأمم الإسلامية التي كانت تعود السلطان العثماني خليفة لها، جميع دولة، جميع أمة إسلامية، الأمم قالك، جميع أمة إسلامية اللي كانت تعتبر بلي الخليفة العثماني خليفة لها، هادو هما اللي لحقوا مصطفى أتاتورك يدير بالدين واش دار. تما رافض ديالكم انتوما، هذا شتم للعرب والإسلام خو. أي وي، قالهم تبرؤوا من باديس، تقدروا غدوة ديروا منشورات على ابن باديس تسبوه باغ إكزومبل، تقولوا هاو يسب العرب وسبني وسب العلماء وسب الإسلام، تقدروا ديروا تقدروا. ما تقدروش، ما تقدروش، عندكم حاجات تفهموا الحاجات وتخمو وتخدموا راسكم مليح مليح مليح، وتاخذ الانفورماسيون وتبحث فيها وتشوف وتحوس، تعطي رايك اللي حبيت يا بابا ربنا. بصح هذا مثابت، يعني هذا ضرب كاع العلماء وضرب كاع الامم الاسلاميه بن باديس. اما خليفه المسلمين فيجلس في قصره تحت سلطنه الانجليز المحتلين لعاصمته، ساكتا ساكنا مستغفر الله، بالمتحرك في يدهم تحرك الآلة لقتل حركة المجاهدين بالأناضول. قاك دمية يتحرك في يدهم الخليفة تاني، يدخلوا خليفة المسلمين تسمعوا سب الخليفة، ردوا دمية، قالوا انت دمية هكذا. مصطفى قاه ساكتا، بالمتحرك في يدهم تحرك الآلة لقتل حركة المجاهدين بالأناضول، سماهم المجاهدين، ناطقا بإعلان الجهاد ضد مصطفى كمال ومن معه الخارجين عن طاعة أمير المؤمنين. قال لك هو اللي كان يحرض على مصطفى أتاتورك، هذا الخليفة هذا باسم الدين، خارجين عن طاعة أمير المؤمنين، يحرض على كمال والمجاهدين اللي معه اللي خارجين عن طاعته ويسمي روحه أمير المؤمنين. وأما شيخ الإسلام وعلماءه فيكتبون للخليفة منشورا يمضيه باسمه ويوزع على الناس بإذنه، وتلقيه الطائرات اليونانية على القرى برضاه، يبيح فيه دم مصطفى كمال ويعلن خيانته ويضمن السعادة لمن يقتله، كما دار القرضاوي مع القدافي وده، وبشار الأسد وصدام حسين قتلوه. ما قلنا كنت صدام حسين لا يا بصح، شوف واش داروا، جابوا الامريكان وجابوا كاع بيانسيك، تقول الامريكان جمعوا من الصهيون بلان بلان دو 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 سيونيست دي زوفيسي امريكان باغ اكزومبل، الارمي امريكان معمره ويدخلوا معاهم الارمي الاسرائيليان والموساد وكذا. ها واش كان يقول من باديس مثلا؟ ايه بيري ضاع، قال يكتبوا له المنشورات باسمه يوزع الناس باذنه، وتلقيه الطائرات اليونانيه على القرى بيري ضاع. ماشي كيما دوكا انترنت، دوكا سي انترنت، انترنت يباتو لي طلاق، يباتو لا بوليتيك، يباتو الكتب، يباتو كدا، يحرضو الناس بانترنت. العصر هذا هو بكري بالطيارات يرمو لي طلاق في لي فيلاج، اللي يقتلوه يردوه يردوه، اللي يقتلوه تسمى شغل قتل كافر، قتل واحد ضد المسلمين، وهم متحالفين مع الانجليز، اعداؤه اعداؤهم كيما قال ابن باديس. وأما شيوخ الطرق الضالون واتباعهم المنومون فقد كانوا أعوانا للإنجليز وللخليفة الواقع تحت قبضتهم، يوزعون ذلك المنشور ويثيرون الناس ضد المجاهدين. وأما الأمم الإسلامية، الأمم الإسلامية قالكش الحكام الإسلاميين، الأمم الإسلامية
التي كانت تعود السلطان العثماني خليفة لها، فمنها إلا قليل من كانوا في بيعته فانتقضوا عليه ثم كانوا في صف أعدائهم وأعدائه، ومنها من جاءت من مستعبديها حاملة السلاح على المسلمين شاهرة له في وجوه خليفتهم. ما يقول لك كاين جاوني تقلبوا عليه الأمم الإسلامية باش نحو الخليفة هذا كان تركي ويعاونة العرب لنوضهم عليهم على الإنجليز. شوف هذو الأمم الإسلامية دونك هنا تنجم تقول لي بلي بن بادي سبهم تسمى قالوا نتوما رخاص تجوب بالآخر باش تقتلوا الخليفة تحكم تحديد الإنجليز وانتوما ما تسواوش أتاتورك حبيتو تبعتو المنشورات باش يقتلوا الخليفة يقولوا قتلوا أتاتورك. هذا ماشي غير سبخو. فأين هو الإسلام في هذه الكاليتيات؟ وراء الإسلام في هذه الكاليتيات قالك كلها. وأين يبصره مصطفى الثائر المحروب المجاهد الموتور منها؟ لقد ثار مصطفى كمال حقيقة ثورة جامحة ولكنه لم يثر على الإسلام. احنا ما نشطرين على الإسلام فهمتوا؟ وإنما ثار على هؤلاء الذين يسمون بالمسلمين، طارش على الإسلام، ترى الناس اللي سموا روحهم مسلمين كيما انتوما خاطر زوج تحضروا بالإسلام، كاع عندو رشاد ميزيلمون كاع كامل 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 يهضر معاك بالإسلام، تقول له أنت مانيش داكور معاك، أنت عدو الإسلام، أنت تكره الإسلام، تسمى هذاك هو الإسلام، هو الإسلام، بعتهم كاع رسل هادو كاع أنبياء كامل، وما يعرفوا الحق أنت ما تعرف والو، هاي علاش ما نتقدموش في الجزائر. هذا هو المدني في الجزائر، المدني في الجزائر هذا هو. تقول لي انت مع العسكر، نقول لك نور ماشي مع العسكر، انا مع حتى واحد، انا مع روحي. بصح كي تقول لي مدني نتنخلع، نقول لك هذا هو المدني. المدني تاعنا هذا هو، ما عندكش مدني واحد اخر. هذا هو المدني في الجزائر. لقد ثار الاسلام وانما ثار على هؤلاء الذين يسمون بالمسلمين، يسمون بالمسلمين. فالغى الخلافة الزائفة. وقطع عيد أولئك العلماء من الحكم، نحى الخلافة وشنو الزائفة، زائفة الخلافة هذه. بن باديس اعترف بأن هذه الخلافة زائفة، يعني هذه الخلافة وكاع العلماء اللي كانوا تحت يدها وكاع المسلمين اللي كانوا تحت يدو كذا كاع مزور والو كاع فو. وقالها لك ابن باديس إذا كان كنت رجال ديروا فيديو وقولوا بلي بن باديس تبرئوا منه. هايا بون بصح كاين معمر جوالا ما يعرف والو، ما يقدرش ميم با يهضر يسلك روحو، ما يقدرش يحامي على روحو في بريه كيما هادي، واش يجي يسبك؟ يجي يسبك هكذا يسبك هكذا، ما عندوش تربيه، والديه ما رباوهاش، ماشي انسان يقدر يقعد يديسكوتي هكذايا يسب لك جبت لك يما جبت لك كذا. هذه هذه هذا هو المدني، هذا هو المدني في الجزائر، سي صار المدني، هذا هو المدني. تسمى لا ماجوريتي، مانيش نهضر ما كاش كاع زعما، نو، لا ماجوريتي هذه هي. هاد لا جينيراسيون هادي يا من 90 وراح، هاد لا جينيراسيون هادي هي. وهادي سي لافور نتاع الحكومة تاعنا اللي ضربت العروبة والإسلام وضربتنا في المساجد كاع، نحات البيلانديز، نحات كل شعر كاع الغاشي، رماتهم لوريون ولاو يخمو هكذايا. ما تقدرش تهضر معاه. لا فواياج لا فيزا لا والو، مخلوق دون زان فاس كلو هكذايا، ما شاف برا ما شاف الجناس ما خالف الجناس ما شاف، مغلوق هو راهو في ظلم وظلمات، تهضر معاه فيولون يسبك يحلك يجبد عليك الدعايات يكذب عليك يا باك بروبلام، هادي برد قلبو برك. شوف يعني الحكم فرفض مجلة الأحكام واقتلع شجرة زقوم العرقية الترقية من جذورها، وقال للأمم الإسلامية، شوش قال الأمم الإسلامية؟ عليكم أنفسكم وعلي نفسي، لا خير لي في الاتصال بكم ما دمتم على ما أنتم عليه. هكذا لازم احنا نديرو، لا اتصال بكم ما دمتم على ما أنتم عليه. احنا عندنا الجزائر بلاد وحدة، فهمت؟ يجي واحد يولي السعودية، واحد يولي لتركيا، واحد يولي الشقاقي، ولا واحد الولاء لترونجي، وتجي تقول لي مدني ماشي ماشي عسكري. دمتم على ما أنتم عليه فكونوا أنفسكم،
فكونوا أنفسكم ثم تعالوا نتعاهد ونتعاون كما نتعاهد كما تتعاهد وتتعاون الأمم ذوات السيادة والسلطان. اليوم احنا الجزائر لحقنا لها بالطوار هذايا، فهمت؟ لازم نسقموا روحنا، نرفضوا روحنا ونديروا عقيدة جزائرية، ماشي عقيدة تقضي على العروبة والإسلام ولا على الفرنكوفونية ولا على البربريستية، فهمت؟ عقيدة جزائرية تاع صح، ونبلو بلادنا ومن بعد اللي يحب يتعاون معنا نتعاون معاه، ماشي مشكل كيما يتعاونوا قالك الدول تاع صح. هاو علاش المدني مبحر في الجزائر، قداش ندير فيه كونفونس على المدني؟ ما يعرفش، سي تقولوا سعودية غيسبك، كلي هو سعودية تحير. الجزائر ما على بالوش بها، تسبلوا الجيش، تسبلوا المجاهدين، الشهداء. جميلة بوحير اسبوع، جميلة بوحير اسبوع يا صاحبي، جميلة بوحير شهيدة هي يا يسبوها باسم الاسلام، انت فاجره وانت كذا وانت سبحان الله يا خو، لا قيمه لا قدر لا تربيه لا حتى حاجه. وناس كبار لو كان جوجان معليش، ناس كبار، ناس كبار. اي نعم يا الخوة، وتقول لي مدنيه حتى مسخرش. اما الاسلام فقد ترجم القران لامته التركيه بلغتها، لتأخذ الإسلام من معدنه وتستقيها من نبعه ومكنها من إقامة شعائره، فكانت مظاهر الإسلام في مساجده ومواسمه تتزايد في الظهور عاما بعد عام، حتى كان المظهر الإسلامي العظيم يوم دفنه والصلاة عليه تغمضه برحمته صلى الله عليه وسلم. دلهم دولة لحد اليوم واقفة، هو عسكري باسكو اونات يحب بلاده. انا ديكتاتور اون ديكتاتور اون اللي يحب بلادو نمشي معاه، انا تربي شعب على عقيده جزائريه تاعنا اخو. بالانترنت هذا يسب هذا انكرويابل، واحد يكون انت صوافي، واحد يكون انت اوروبي، واحد يكون انت كدا، واحد يسب انكرويابل دوق الحقداني ويقول لك نطيحوا هادو اللي يروحوا كاع من بعد نتفاهموا يا خويا، لي شيوعي شيوعي، لي اسلامي اسلامي، ليبرالي ليبرالي، لي راسمالي يا البروبليم واش الراسماليه بلا والديمقراطية. بروبليم موش هنايا، بروبليم راه في الهوية تاع الشعب الجزائري اللي ما حبش يبني بلاد. الشعب الجزائري ما حبش يبني بلاد، الشعب الجزائري ماهوش حاب يبني بلاد أبار الأقلية بالك اللي عندهم اون فيزيون. لازم تخرج تروازيام فورس ريبيبليكان، دي ريبيبليكان يقول لك هذه جمهورية أولا، مور الجمهورية نتفاهموا واش نديرهم بعد الديمقراطية ولا كدا. دابور نتفاهموا على جمهورية لا دينية ولا والو، جمهورية لا دينية لا عسكرية والو، جمهورية نتفاهموا على الجمهورية العوي، متفاهمين على الجمهورية ومن بعد تما نقدروا نقولوا اوكي واش من سيستم ديالو اسم ديموقراطيك اوكي. مي طوك ما تفاهمناش على هادي، ما كان لا مدني لا والو، وبليس نساوها. واللي يقولك زعما نقدروا الجيش، ما تقدرولوش، ما تقدرولوش، فهمتوا؟ طوك راكم مفرقين هكذايا ما تقدرلوش. ما تقدرش سمعني تدخلوا الكازرنا وتحكم بلاد مدنيه، المدني هذا هو. شوف، لسنا نبرر صنيعه في رفض مجله الاحكام، ولكننا نريد ان يذكر الناس ان تلك المجله المبنيه على مشهور وراجح مذهب الحنفية، ما كان التسع حاجة أمة من الأمم في كل عصر، لأن الذي يسعى البشرية كلها في جميع عصورها هو الإسلام بجميع مذاهبه. قلت لازم الإسلام بجميع مذاهبه، مش مذهب واحد هكذا، لا مذهب واحد أو جملة مذاهب محصورة كائنا ما كان وكائنة ما كانت. ونريد أن نذكر الناس أيضا أن أولئك العلماء الجامدين، سمى هذوك لي زانتيغريس بلوكي، علماء الجامدين، العلماء سماهم جامدين هكذايا، سما قولوا بلي من بعد يسب العلماء، قولوا هذه ما تنساوهاش، هكذا العلماء الجامدين ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا غير ما عرفوه من صغرهم من مذهبهم، وما كانت حواصلهم الضيقة لتتسع لأكثر من ذلك. تسمى واش تعلمو في صغر وما يمشو به، تسمى مخهم ماشي مفتوح لحاجة واحدة أخرى، تسمى الدين حفاظة ماشي عقيدة،
ورط دواه وراطة ديناه دين ديناه ورط سيدو هذا ما كان هذا مالي كان مالي كان مالي بابا حنفينا حنفي بابا سنينا سني بابا شيعينا شيعي بابا واحد ما بحت في الدين هذايا باش يعرف هو يقنع نفسه لا هكذا العلماء وسبهم قالوا جامدين العلماء او شبحهم سبان في البريادي كاع غير ما عرفوه من صغرهم يقول لك صغارهم كما يجب ان يذكروا ان مصر بلد الازهر الشريف دوك راح لمصر هكذا بلد الازهر الشريف ما زالت الى اليوم الاحكام الشرعيه غير الشخصيه معطله فيها وما زال كود نابليون مصدر احكامها الى اليوم قالوا ما جاكم تحكموا كود نابليون دوما وما زال الانتفاع بالمذاهب الاسلاميه في القضاء غير المذهب الحنفي مجهورا كذلك الا قليلا جدا مهجورا كذلك الا قليلا جدا نعم ان مصطفى اتاتورك نزع عن اطراف الاحكام الشرعيه وليس مسؤولا في ذلك وحده وفي امكانهم ان يسترجعوها متى شاءوا وكيف ما شاءوا لكنه رجع لهم حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وعظمتهم بين امم الارض وذلك ما ليس عن استرجاعه لوضع وهو وحده كان مبعثه ومصدره ثم اخوانه المخلصون فاما الذين رفضوا الاحكام الشرعيه الى كود نابليون فماذا اعطوا امتهم وماذا قال علماؤهم واش مد العلماء هذوما تاع الازهر يديروا كود نابليون هاو تركيا اليوم فيها الاسلام ولا ما فيهاش الاسلام يروح الاسلام الاسلام يسناكش تحامي عليه نتايا ولا تجي تضرب بعلي ولا تموت عليه ولا اسمع الاسلام عقيده واش بيك حتنحيش ما تقدرش تنحي زعما حتنحي من الجزائر حتنحيش ما تقدرش تنحي الاسلام امبوسيبل الاسلام راهو عقيده بصح تقدروا تكسروه وتخسروه وتفسدوه وديروا الموت والحروب والفتن كي تحبوا تابوزيوها للناس دعاء وكما تفهموا انت حتى المسلم كيما انت اللي يقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج وكذا اذا كان ما عندوش المذهب تاعك انت ليك ماهوش مسلم وهذا هو المشكل اللي يعني يقول لكم فيه ابن باديس تقولوا تبعوا ابن باديس انتم انا انتم اصحاب باديسيه يا اخي يعني. يا قدامك فرحم الله مصطفى ورجح ميزان حسناته في الموازين وتقبل إحسانه في المحسنين وإلى الأمة التركية الشقيقة الكريمة الماجدة التي لنا فيها حفظة وأخوان والتي تربطنا بها أواصر الدين والدم والتاريخ والجوار والتي يذكر الجزائر أيامها بالجميل وترى شخصها دائما ماثلا فيها تركت لها من مساجد ومعاهد للدين الشريف والشرع الجليل إلا تركيا العزيزة نرفع تعازي الجزائر كلها مشاركين لها في مصابها راجين لها الخلف الصالح من أبنائها ومزيد تقدم في حاضرها ومستقبلها نعم يا سي محمد تقدروا تقولوا بلي بن باديس بالعرب والإسلام و... هاي قريتوش تاريخكم والمنظومة التربوية تاعنا ما قراتش الجزائريين شغل القرايه بوم اللي كيدي برك اللي كيدي اللي كيدي خليه باساتي الباك عاد خليه يقرا اللي من ليدوكاسيون كاع اللي جازو ما عرفوش وشنو هي الطوره ما عرفوش شنو هما رجال الطوره ما عرفوش شنو هما رجال الدين ما عرفوش شنو هما والو هاد البريه هادي كتبها 1938 نوفمبر كي مات هاوليك عبد الحميد ابن باديس هكذا دونك جميع الناس اللي يجي يقول لك انت راك تسب العرب وانت تحبش المسلمين كنت المسلمين كنت كذا انا برك نجي نقول لكم احنا جزائري ما نفرح لا قبيلي ولا عربي ولا حد جميع واحد يقول لي انا قبيلي انا مزيري انا عربي انا كذا نقول تربع حياة دي قلش. انا جزائري اهضم لي طابور بالجزائريه ومن بعد روح حضر معايا بحدا اخرى لحبيت كن بنو الجزائر وشنو هي الجزائر سي كوا لالجيري شكون حنايا ولادنا راهم تاهو واحد يتبع في العرب تاع السعوديه واحد يتبع في الاطراف واحد يتبع في القبر واحد يتبع ما نعرف شكون
يعطوا نتوما كل حاجه واش مليحه ونبنوا بلادنا كما قالوا مع اتاتورك. ابنوا روحكم وبني روحي ومن بعد نتحالفوا كما يتحالفوا الامم اللي تقدر نفسها. فهمتوا؟ ماشي يجي واحد انا يحكم فيه حاكم المطير يجي يقول لي كيفاش ندير الجزائر، ولا واحد يحكم فيها الشيخ تما يقول لي كيفاش ندير الجزائر. ها وعندنا سلفي هذاك الجن هذاك اللي دار هذيك تريك نيميريك تاع الاخر كورونا هذاك اكسترا اوردينار، يوم بعد سلفي يامر هم يسبوا في السلفيه زيتو طولاشات كاع يسبوا في السلفيه، يقول لك ما يحبوش يخرجوا على الحاكم. ايوا ما خرجش على الحاكم بصح شوف بدل الجيري هو واش من يديروا نتوما؟ هذا سلفي فوق راسنا اخو جزائري سلفي المذهب يا با بروبليم نحطو فوق دماغنا كاع ونمجدو يكون سلفي ولا يكون واش يكون. بصح لو كان كريتيان الجنيا ولا واحد ماشي مؤمن ولا واحد لايكي كريتيان يديرها بلا يمجدوه كاع لا لازم نمجدو هكذا وهكذا. ماشي السلفي يقولوا شوفوا السلفيه والاسلام وجدا وحده غير كافر هذاك هذاك ملحد هذاك نو هذا شتا ليكزومبل او الحيطه وحده لهنايا جان هو ايه ما خرجش على الحاكم بصح واخدم حاجه الحاكم عطاه دراهم باش يطورها وكذا وصافا دوني ان بلوس بور لالجيري نحبوه ونعزوه يكون ماشي غير سلفي يا با بروبليم. علاش ما نهضرش عليهم سلفي انا باريكزومبل خاطش عليهم باسكو شادين سبعهم خو شابين سبعهم ما يديروش الهو ما كاش الفتنه ما يحرشوش ما يحرضوش يا خويا مري بلادو خو يكون سلفي على روحو انا ما ديرونجينيش حتى والو يكون كونطرا عليا انا في الجديد تاعي ولا كدا ما يهمش هادشي اللي يهمني هو لا ستابيليتي تاع بلادي. واحد يقول لك يا ودي ما ديروش الفتنه ما ديروش هكذا ما تقاتلوش وما اي فيها كيما يقول لك فيها خساره كبيره انا نستعرف بهم خو نقدرهم نحترمو ما نهضرش عليه حتى ولو ما كنتش مع الضاكور في العقيده ولا بس ما نهضرش عليه. علاش هو راه خدام بلادو ما دوك الشواطين يضلوا يسبوا فيهم يا هادو المرجئه ولا ما نعرف وشنو هادو المدخليه وهادو كذا وهادو كذا يفرقوا في الناس يفرقوا في الغاشي ويديروا في التحريض في الغاشي في الجزائر وحابين يسيل الدم هذا مش حابين قادرين له اسكو تقدروا له حيا انا بو. هيا إذا كنتوا حابين نسيل الدم هيا هيا سيدي ورونا واش تعرفوا ديروا. عيب عيب شي هذا عيب حرام كيما حبيت صافي يا فركوس ما نعرفوش ما نقسموا برك هكذا نكونوا ماشي داكور معاك في العقيده ولا كذا يا باش بروبليم بصح نحترموه باسكو انسان يعمرو مدى الناس للموت وللظلم الاخرين يديهم رطخين بالدماء يا صاحبي طاف الدماء اللي في يديهم يا محايل كباد العقليه عند ربي لا حول ولا قوه الا بالله تعرف الدماء اللي راه بين يديهم هادو يحرضوا ويهرجوا ويديروا كذا وخرجوا خوارج هما الخوارج داروا دي في كاع لي بي خربوا الدنيا خهجروا الناس الدراري موتا حتى ربي بعث لنا الوباء هذا باش نخمو شويه باش نقولوا سيبي وراه يضحى ليمانيتي هكذا ومسلمين يقتلوا في مسلمين على مذهب دوغ سون فان اون كار سون فان كتر من لا كار دو ترونطون تاع لي كريتيان ويقول لك انا مسلم خو ومن بعد يطيح مسلم يطيح هادو هما اللي كان يهضر عليهم ابن باديس الله يرحمه الا فان سا في فاك ابن باديس فاك قال لك اوبا نقدروا نستقلوا ها هو راجل تركي شوف واش دار بصح لازم نجبدوا مع هذه العروبه والاسلام ضرب العلماء ضربهم كاع ما ضربش الاسلام شحال هو يتبع فيهم يا خو من نفسه هو يتبع فيهم مسكين من نفسه هو يتبع فيهم دين الاسلام وكذا من هذيك العروبه وكذا شاب اللي ما كان والو خو فاتكم طاحوا تحالفوا مع الاغبياء ضربوا الخليفه ديالهم يا طيحوا الخلافه ديالهم بيدهم واليوم يجيو على الشارع عليا يقول الخلافه ندير الخلافه ندير الخلافه ايه دير الخلافه من تونس روح ليك المروك وروح ما عندش خلافه داخل الجزائر هذا كاع كذب وعموركم راسكم ارفد راسك على بلادك يا بلادك عندها تاريخ يا جنوم فهمت بلادك عندها تاريخ مواصينيسا وارواح ايلوش عيبان يلعبوا بك هكذايا باسم الدين كما قال كيبنو باديس غيكونوا رجال
سبوا ابن باديس او سب كاع العلماء العرب الامه الاسلاميه الخلافه كلش 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 ما عندك ما تقول بصح ما عندكمش الكوراج تاع اليزيدي تاعكم فهمت يا تبعوا واش قال ابن باديس كما قالكم على اتاتورك بنو بلادنا بان تفهموا ولا تقعدوا تخشوا في راسكم ومدنيين عيانين انتوما مدنيين عيانين ما تقدروش تحكموا البلاد انا مع مدنيه قط بصح ماشي مدني كيما انتوما ما تقاعدش انت مدني كيما انتوما في عيات سبان في عيات بوك روح ومخ يكتب عطا يوني دي سبيتو عرفتو ما نصيتو بالمودية مناش دو مور خو عجل النكري في الجزائر او طالبان ولا وليتو طالبان سبحان الله يا او قلتوك تهلاو في روحكم هكذا يا ولا بروشين فيديو ان شاء الله.